يعني في البداية في أي سياق كيجي الإصدار ديالك سولاجمون؟ هو سولاجمون هي الإصدار الثاني ديالي اللي هو كنعتبرو برولونجمون ديال الكتاب الأول فواياج أودولا دو مون كور، سفر إلى ما وراء قلبي. في البداية هو كان كتاب واحد جمع شعر ناثر وصور، ومن بعد فضلت أنني نقسمو ندير الشعر بوحدو وصدرت الكتاب الأول، وهذا الكتاب الثاني اللي هي الكمالة ديالو سولاجمون ارتياح. هي عبارة على قطع نثرية كنحكي فيها كل حاجة شفتها، كل حاجة نساتني، كل منظر شفتو عجبني، ولا المهم أي حاجة أثرت فيا إلا وكتبت عليها شي حاجة. هو هذا اللي جامع الكتاب ديالي اللي هو ارتياح. بالنسبة للطبع ديالو كان الطبع ديالو في مدينة سلا، أما بالنسبة للتوقيع ديالو فكان في مدينة إيموزاب اللي هي مدينتي، ومن هذا المنبر كتسمح لي نشكر ساكنة مدينة إيموزاب اللي استقبلوني وفرحوا بيا، وهذا وخاصة السيد رئيس مجلس البلدي ديالنا اللي هو الملاكم المعروف ديالنا السي الخصم مصطفى. من هنا كنشكرو اللي عطاني بكل مساعده وكليا كل مساعده، والناس الاخوات والاخوان والاصدقاء اللي جاوا من جميع انحاء المغرب، كل شيء جاوا حضرنا. وكانت التوقيع في مدينه إيموزاب كنبر. بالنسبه للقطع هو عباره على قطع كيف قلت لك كتعبر على اشياء قصتني، شعور، كل حاجه كتبت هذا كتبت عليها. بالنسبه ليا كنعتبر انا هذا الكتاب اللي هو سولاجمون كنعتبره بحال واحد لا ثيرابي، سولاج ارتياح، صافي كترتاح، كتحط بزاف سالينا من الحياه المهنيه، الحياه الدراري كبروا كل شيء سالينا، كل شيء جا وقت التقاعد اللي كان خاصني تقاعد ندير شي حاجة. بما أنني يمكن بما أنني اشتغلت مدة طويلة كأستاذة اللغة الفرنسية ساعدتني هذه الظروف باش أنني نكتب باللغة الفرنسية، وكتبت هذا الكتاب اللي كان هذا. من هنا كنقول لكل سيدة خاصة النساء، راه سن التقاعد هو مرحلة جديدة الإنسان يعطي مازال عاد كتبدا حياة جديدة، كتصورة جاي بزاف ديال الحوايج، مكيبقاش داك الضغط اليومي، مكيبقاش داك الضغوطات كلها، كيرتاح الإنسان. إذا خصو يعطي، شنو باقي مازال ما تعطي؟ كتب إلا قدرتي تكتب، إلا ما قدرتيش تكتب قرا، ما قدرتيش كاين بزاف كل أي حاجة بغيتي عندك فيها رغبة ديرها، غير ما يبقاش الانسان لحقاش التقاعد هو عاد حياه جديده كتبدا، وهي غير سنوات على الورق عاد بالارقام، ماشي على الانسان شنو عقبال شنو. وشنو هي المراحل اللي مر منها هذا الكتاب؟ هذا الكتاب هذا مر بعده مراحل، يعني انني منين كنت بعد التقاعد بديت كنسافر داخل المغرب خارج المغرب، وهذا اي مكان شفته عجبني ولا اي هذا كناخذ صوره كيفكرني بشي حوايج كيوحي لي شي حاجه، بديت كنكتب عليه تكتب وبقى هكاك حتى جات الوقيتة باش تم الاصدار ديالو. نعم. وبالنسبه للمواضيع اللي كتلمسي، يعني كيتلاحظ مواضيع عندها علاقه بالجمال بالطبيعه، خاصة بالطبيعة لأنني بنت الطبيعة وأعشق الطبيعة وعشت وسط أحضان الطبيعة، كل حاجة زوينة كنعبر عليها تما بالجمال الداخلي ديالها، بالجوهر ديال الجمال ديالها. فيه عدة مواضيع، أنا كي قلت لك أي حاجة أي منظر أي حاجة قصتني فيه 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 فيه, 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 فيه واحد الفقرات ديال الحزن، فيه فقرات ديال الفرح، فيه شهادات على أمكنة، شهادات على أشخاص اللي عاشرتهم اللي التقيت بهم، أجناس مختلفة، أماكن بزاف وصفتهم، وباش نتقاسم مع الإنسان اللي باغي يقرا، نتقاسم معاه داكشي اللي شفت، داك الجمالية، وفيه الخبث ديال الإنسان، فيه داك
كيفاش الانسان خصو يكون كيفاش يبدل علاش الانسان الطبيعه زوينه والانسان زوين وما يستغلش ذاك الجمال. نعم نعم. وبالنسبه للكتابه يعني بالنسبه لك شنو كتعني؟ الكتابه هي ارتياح. الكتابه كيف قلت راه قايلها في الكتاب ديالي سيتي ثيرابي. ملي كدوز بشي ظروف ولا شي هذا ضروري. انا هنا لقيت راحتي. ما كنت اصبت بوحكة صحية اللي كانت شوية خطيرة، كان عندي شي مسائل هذا، ولكن باش نشوف واش هذا دزت هذا لقيت راسي بريت. سيت اون ثيرابي لانك كتعبر كتخرج داكشي اللي عندك الداخل كترتاح احسن. نعم نعم. بالنسبة للاصدارات ديالك القديمة ان شاء الله الرحمن الرحيم عندي راني خدامه دابا، كاين واحد الكتاب اللي هو غادي يكون ديوان شعر مجموع فيه شعر عربي امازيغي لغه الام وفرنسي واسباني وانجليزي. حنا مجموعه ديال الشعراء وكتخلوا صور من المنتدى الدولي ديال الفنون التشكيليه. نعم. وعندي خدامه حاليا باراليل مع هذا خدامه على بيوغرافي ديالي اللي هي لونفون دو لاكلاس ابن الاطلس. ممتاز. التوفيق ان شاء الله. شكرا سي هشام. شكرا.